العناصر القومية اللي كانت موجودة زمن عبد السلام عارف هي اللي أدتنا. لماذا سافر عزيز السيد جاسم إلى بيروت للقاء ميشيل عفلق؟ من الصبح ركبت وطلعت قبل الاتحاد العمال على محمد عايش. ترى محمد دز واحد على ميشيل عفلق خلي ينقذون حياته ترى يقتلوه. من هو القيادي البعثي الذي سحب أقسام رشاشته بعد سماعه اتهام عبد الخالق السامرائي بالتآمر؟ خالد طبرة قال عبد الخالق السامرائي ظهر أنه متآمر على الحزب، كل الحزبين قبل هذا الحكي منين لك؟ قال هسه شوفون شلون راح نطلع عبد الخالق بالتلفزيون. لماذا انزعج عبد الخالق السامرائي من ناظم قزار بعد اتصال هاتفي بينهما؟ تقارير رفعت من جابه ناظم قزار مدير امن عام وعضو فرع بغداد، هذا مجرم وقاتل وبالتعذيب وعذب الناس وعذب الشيوعيين وعذب القوميين. ما سر وجبه الغداء التي قدمها سمير الشيخلي للمعتقلين في جهاز المخابرات؟ انتفض سمير ورا شويه مخابرات قال شو نسوي؟ هذول متآمرين مشوا يلا جروا سمير قالوا بعد نتقرب لنا. القصة الكاملة لإعدام درويش الحزب المغدور عبد الخالق السامرائي يرويها القيادي السابق في حزب البعث وليد السامرائي الأحد 10 مساء بتوقيت بغداد على قناة الفلوجة